الحج أول ما أجي هذا الدين ما أجي افعل ولا تفعل، أجي هذا الدين اقرأ عشان تصير افعل ولا تفعل بوعي. شوفي ركزي ركزي معي، لما قال القرآن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماشي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. طلعي جاء الخلق بين قراءتين، اقرأ واقرأ وبالنص خلق. تعالي على سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، جاء الخلق بين علمين هناك وهون. لما أقرأ أنا وياك هذا المشهد بدك تشوفي قيمة الخلق، قيمة العلم وقيمة القراءة. هذول كلهم لما نحطهم مع بعض يتبين عندي أنه دين أجي يقولك اقرأ قبل ما قالك افعل ولا تفعل، أجي يقولك دير بالك شو بدك تساوي، ليش وينك تروح، عشان هيك كان يتحرك معك وفق مقاصد وفق حاجتك. عشان هيك لما دخل على البيوت شو قال، خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة جعل انتقال وتصبر تؤدة، والخلق كان فجأة شغل رب العالمين، ماشي. وك يعني كل ما انت استطعت انك تقرأ في الموضوع اكثر تقدر تنشئ وتربي صح. عشان هيك البنت لما تصعد وتكون متدينة بوعي تقدر تختار بوعي صح. المتدينة صح. بوعي ما راح يغرها شكله ولا طقوسه ولا طريقة كلامه ولا طلعته ولا نزلته، لا، هيهمها جوا تفاصيل حياته وهي نفس الاشي.